طبعا كلكم عارفين ان الايس كريم الصحي بيتعمل بالواي بروتين وباقل سكر مضاف، لكن انا ما كنتش متوقع ابدا ان انا ممكن اعمله في البيت بكل السهوله دي. الموضوع ده فعلا حصل بالصدفه تماما، ما كنتش مرتب له ابدا ولا شفت اي طريقه تحضير ولا اي حاجه من ديت. اللي حصل انا هشرح لكم بالظبط. انا بعد ما خلصت تمريني بعمل البوست ورك اوت بتاعي، المشروب بتاعي اللي بشربه بعد التمرين في الخلاط ده زي ما بعمل كالعاده، لكن المره دي انا حطيت لبن قليل، ما حطيتش لبن كتير لان العلبه كانت قربت تخلص الحقيقه، وانا كنت عايز اسيب شويه علشان اعمل بيهم قهوه، فحطيت لبن قليل يعني ما زودتش في اللبن حاجه مثلا كده. وبعد كده حطيت الفواكه اللي انا بحطها، الفواكه اللي انا بحطها بجمدها يعني، انا الموز بقشره وبجمده علشان لو جمدته بقشره مش هعرف افك قشره كويس، بيبقى صعب جدا. والفراوله برده بغسلها طبعا وبظبطها كده وبحطها في الفريزر علشان يبقى متجمدين، فلما اجي اعمل السموذي بتاعي بيبقى لذ كتير، بيدي له حتى تكستشر احلى فعلا. لكن المره دي حصل حاجه انا ما كنتش متوقعها الصراحه، يعني الموضوع ده كان يعني مفيش احسن من الواحد يكتشف حاجه بنفسه، يعني يكتشف حاجه بنفسه دي احسن حاجه تحصل طبعا. فانا خدت الموز، خدت يعني خدت الفراوله، كميه فراوله قد كده مثلا او ممكن ازود شويه قد كده، حطيتهم. وعشان الموز ده صغير شويه فحطيت نصين، طبعا حاول تكسرهم قبل ما تحطهم عشان يبقى تكسرهم في خلاط اسهل شويه، فحطيت موزتين والفراوله. وبعد كده حطيت الواي بروتين. الواي بروتين انا ما كنتش يعني عايرته بالسكوب لان كان اخر شويه في الكيس، فغالبا كان اكتر من سكوب طبعا، فانا يعني غالبا كان ممكن 2 سكوب يعني سكوب ونص سكوب، فانا هحط 2 سكوب المره دي. وحطيت بالظبط 3 قوالب تلج. وقلبت على كده. طبعا هو ممكن يبقى رد كتير لو تضيف له مثلا عسل ابيض او حاجه، ممكن لو عايز تعلي برده من كاربو شويه واكيد طعمه بقى احلى، بس انا ما عملتش كده، طعمه كده لوحده عجبني جدا. دي التكستشر اللي احنا حصلنا عليها في الاخر، ده اللي احنا ده الناتج الاخير. بص عامل ازاي، بصوا حاجة تحفة تحفة بجد. انا مش مصدق ازاي ده سناك صحي او ديزرت صحي، حاجة بتلذذ بيها وفي نفس الوقت دي بروتين. دي يا جماعة فعلا كلها بروتين، طبعا فيها كرب عشان الفواكه، لكن يعني حاجه فعلا مفيده جدا. انا مش مصدق ازاي ده حصل بالشكل ده، انا مستمتع جدا وحبيت فعلا اشارككم التجربه الرائعه دي بالنسبه لي، لان انا كان في دماغي هعمل سموذي عادي زي ما بعمله على طول، لكن طلع بالشكل ده هايل جدا. يعني بص عامل زي الايس كريم فعلا بالظبط، بصوا التكشر عامل ازاي، ده التكشر تحفه. يعني مش عارف انا لو حطيته في الفريزر، انا ما جربتش يعني، بس ممكن احطه في الفريزر يبقى فيه تكشر احسن او حاجه ثانيه، مش عارف ممكن يديني ايه. وبرده لو حد فيكم عنده اي معلومه يقدر يساعدني بيها علشان اعمل ده بشكل افضل بعد كده وياخد مثلا تكشر احسن او تماسك احسن، واكيد ما يكونش فيه حاجه سكر مضاف او كده، فهكون طبعا شاكر جدا ليه، لان يعني دي كانت تجربه موفقه، اكتشاف موفق بالنسبه لي، قدرت ان انا اصنع حاجه مختلفه. يعني ده مش مشروب، ده كده بيتاكل. فأتمنى تكونوا انبسطتوا معايا في التجربة اللطيفة دي، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.